السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بعض اللاعبين يعني اللي الجمال الماضي يشوف فيهم بانه مازال ما وصلوش ومازال ما مدوش. وانا نقولها الجمال الماضي ونعاودها لك يا جمال بالماضي، ما دامك في راسك تخمم بيدبر بلاصه، دبر لي ميرو البن عمري، دبر لي ميرو البدرة، دبر لي ميرو القديورة، دبر لي ميرو البلايلي. سي جمال بالماضي والله العظيم اسمح لي نقول نقول لك با غادي دير والو. انا نقول لك في وقت يتألق بالرحمة وشايبي اوروبيا، مستوى بلايلي قد يبعده يعني ما حنا نشوفه، بصح هو راه يشوف حنا نشوفه باللي مستوى تاع بلايلي علي قد يبعده عن تربص اكتوبر. انا راني نشوف فيها كيما بصح جمال بالماضي راه فرحان باللي بلايلي راه يجري برك، راه يجري برك هذا مكان. مازال ما عرفش باللي المستوى الناسق يعني تاع المستوى العالي هذا اللعاب اللي هو راه تاكل عليه وما غادي يدير والو، ما غادي يدير والو. حتى هذا في غولي اللي يعرف مليح ويتبع مليح في غولي يمدلك مباراة زوجة ما يمدلك والو. خلينا كاي واحد قال لي ما تنساش 2014، ما استهدر على 2014 كان 16 17 18 19 20 21 22 23 24 يا 11 عام سي محمد، 11 عام راهي 2014 راهم فاتوا دو كوب دي موند. انت ما استهدر لي على 2014، ما استهدر 2019، ماكم مرزا انتوما والله لكم مرضى، والله العظيم والله لا مرضى. انا نقول لكم والله لا مرضى، انتم راكم غالطين، راكم عارفين روحكم، راكم انت تهضر لي انت. انا نقول لك خلي 2019 2014 في غولي شحال عنده من عند 23 عام يلعب لك 10 تاع يلعب لك دو ماتش في النهار وما ينظرش، مش كيما ضروك في غولي من 2019 ورواح ولا يلعب مباراة ويتبليسة، يلعب زوج مباريات يتبليسة، يلعب لك مباراة مليح يعني ماشي قاعد في الريتم تاعو، ماشي واجد في الريتم تاعو. هذه باش يكون على بالكم بها، على ذيك يعني ضربك هذا. عندك تايا، عندك شايبي، عندك بالرحمة، عندك ودي من بعد يخرج بابات يوسف بلايلي يقول لك راه في اتصال معاه وراه يشجع فيه. انا نقول لك بالماضي ما دامك تحوس تدبر في ليميروات تعطيهم اللعابه الحاره تاع تاوعك، ماشي تاوعك تاع اللي يجي تصدهم، وعطاوك اسم تاع مدرب دعموك باش تكون مدرب، ما غاديش تعاود تولي لك، ما غاديش تعاود تولي لك يا سي بالماضي. نقولها لك ونعاودها لك، راك حنايا نهار اللي كنا نقولوا تامين قالوا كاين واحد الكلمه واحد المعنى نقولوها حنايا، يقول لك مي مات الحمار جابوا له الالف، مي ولا الحمار يموت شافوه يموت جابوا الحمار قالوا ما تجرو تجرو جيبوا لي الالف تجرو. انت سي بالماضي 2019 قلنا لك، قلت لك كيما تجيب سوتيا تاع فيغولي، جيب سوتيا تاع بن عمري، جيب كماسا تدمر لك. بصح انتوما وليتو لا جمال خليها هاك، وعاد يقولوا شيخ القبيله، وعاد يقولوا خط احمر خليها كيما هاك. لا هذو تالو ما يعرفوش بولا. نعقل مليح راني عاقل، كنت ندير دي فيديو نقول لهم جيب اللعابه ضخ دماء ضروك خاطرك في نقطه القوه، عندك كوب دي موند، عندك كاليفيكاسيون كوب دي موند، عندك كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك تاع 2022 اللي تلعبت. جيب ضروك ما صدروك تجيب في اللعابه ما صدنقر ايا واحد شي قال لك او قال لك جاب 40 لاعب يا ودي 40 لاعب، شكون تاع بارادو جاب هذوك لي مودرين في اوروبا جابوا ولا يديروا لهم لي ستاتي ودمروهم، وين راه ايا يقولوا العريبي وين راه. الناس قالوا يقول لك قويري واحد يلعب في الامريكان، والعريبي اللي قال لكم شبيه بنزيما وين راه. انا نهار اللي قال بلي العريبي ميير جوال وعنده لي كاليتي كيما بنزيما، قلت لكم هذا راه يديرلو في اشهار ماشي باش يلعبوا الجزائر، يديرلو في اشهار باش يبيعوا في الخليج ونتباع. ما كذبناش حنايا. كي يسمو هذاك محيوس كي جابوه وين راه، شكون اللي داتو الوكاله تاع ولد جاتشي باعته و
واه ولا داتو الوكالة تعاود حتى تبيعته. هماكم كيما العريبي، العريبي ذاك هذاك اللي كان قاضب السيربي، العريبي السيربي جابتو بشكارات على دراهم وصرفت عليه شكارات على دراهم، عرفه بيبغاو يبيعو صابوه تابع الوكالة جاية في قطر، وكالة جاية في قطر، حوسوا على الوكالة اللي جاية في قطر تعمل. هيا من بعد نهضروا معاكم كرة قدم ونهضروا معاكم تحاليل ونجوا معاكم واش راكم باغيين نتوما نهضروا. وني يتجه المهاجم يوسف بلالي لمواصلة الغياب عن المنتخب الوطني وتضييع تربص المقبل الخاص بتوقف الدوري لشهر أكتوبر، سيما بعد المستوى الذي قدمه في مواجهات نادي رياضي قسنطيني أين ظهر غير جاهز من الناحية البدنية، الأمر الذي جعله يحتج كثيرا على قرارات الحكم بن يحيى وهو مؤشر لشعوره بالتعب، كما أنه وجد صعوبة في إنهاء اللقاء، لكن مدربه يعني بوملك أكد عدم معاناته من أي إصابة بالرغم من أن طريقته في الركض توحي بالعكس، رغم أن بليلي نجح في تسجيل هدفين في أول مباراتين من موسم الجاري إلا أن ذلك لن يكون كافيا من أجل الظفر بمكانة في المنتخب، وهو ما أكده يعني ما نؤكده. لكن المدرب يرى يعني يرى شيء آخر، لو كان ما تكونش يعني ضغوطات جماهير كيما جاي عندك بليلي، عندك بالرحمه يتري بلي الغاشي يقرضهم مزرعو وانت تجي تجيب لي بليلي تلعبه، إلا ما كاش هذي توجد في بالرحمه تطرده وتجيب في بليلي. هذا المنتخب وطني جزائري جاء ما بالماضي، انايا فرحت قلت انايا جا صادي جا منها، بصح غادي نقول لك نعاود لك انا ما غاديش نكون معاك بالعاطفه، بالرحمه يقطع في واسطها يتريب لي الغاشي يقرض الوالو ذراعه تريب له الوالو ذراعه، انت تخلي بالرحمه رو بلاصو ما تخليش بالرحمه رو بلاصو. بالرحمه امام السنغال لعب تروا عم تروى بعد يخرج لك لي ما يعرفوش البوله كاع يتلقى بالرحمه ما باش يا ودي بالرحمه لعب في لا ديفونس برك ما تقود عليا، بالرحمه لعب في لا ديفونس جاي تقود ما تعرفوش بوله تبع وسكت انتوما تبعتوا البوله تاع شاهد كونترول اللي سجل هدف هذا هو لاعب عالمي هذا ما شاهدتو انتوما ودينا غاديكا تبع بوله صفاقو صاي وسكت تقود غاديكا روح تبع ارتيتا لا يضحك ولا ما يضحكش من بعد تجي تقود عليا تشيني كيتو كذب كل حميتك كذبو ما تجيبي تفهمني انتيا كيفاش تجي البوره كيفاش كرة قدم نعيشها انايا نتبع لك اللعاب وراهم يلعبو نعاودها ونشوف كيفاش لعبنا يقود عليا انايا البوره تاعكم انا هادي داكم نتوما تشوفوها قسناها في لابوبال فهمتكم نتوما تاع فهمتكم في البوره انا نتحداكم اروحوا ديروا لي لايف بيناتنا كاع كل يوم واحد يدير معايا اللاين المخير فيكم انا نتحداكم هذاك المخنث هذاك بو كلب هذاك كاع اروحوا نديروا لي لايف بيناتنا اعطي التحاليل تاعك انا نعطي التحاليل تاع المباراه وتكون تتلعب البارتيه تكون تتلعب على المباشر اروحوا نديروا التحاليل نقريك انا يا مالك نبولك انا يا بولندي وين يعرف جيدا من يجب قيامه لعودة إلى المنتخب يعني ويوجد وين يوجد بليلي في منافسة قوية من كل من بالرحمة والشايبي على المستوى الجهة اليسرى من الهجوم حيث تراجع المهاجم مولودية الجزائر إلى المرتبة الثالثة في ظل تألق الثنائي الأخير أوروبيا بعد نجاح بالرحمة والشايبي في فرض نفسهما في فريقهما وبحث يعني وين ويست هام الانجليزي واندرليخت يعني الالماني على التوالي دون ان ننسى اداء المقدم منهما في التربص الاخير مع المنتخب وما يتواجب الاشاره اليه هو ان بليلي على موعد مع تدارك في المباراتين المقبلتين لفريق مولود الجزائر امام مولوديه البيض ووفاق سليف من اجل محاوله تغيير نظره يعني النظره امام الجماهير الجماهير الطالب خلينا كانوا يقول لك بلايلي صاي صاي خرج هدر عليه قال لهم بلايلي نحتاجه ولا يقول لك قالك شاهد بلايلي في 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 الاخرى في في كارتي دي في كوتيز وتقول لي بلايلي شاهد مالك وينه وراكم رايحينه قاعد تكذبوا انتم انا مالك راس بلايلي لكن حقيقة تقال الحق يقال هذه هي اش نكذب عليك انايا وتكذبوا علينا هكا في فيديو ناوي هاي راحت هذيك العقلية هاي خط أحمر راح كاش
تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.